كتلة العائلات العائلة إلى المقدسة في برشلونة، وهناك الكثير من الزوار. اليوم نزور متحف للفنان الإسباني خوان ميرو، حيث نشاهد عددا كبيرا من لوحاته وتماثيله الرائعة. بعد المتحف قمنا بزيارة ملعب برشلونة لكرة القدم. الملعب كبير جدا. ربح فريق برشلونة عدة بطولات أوروبية وعالمية. يا حبيبي تعال الحقني شوف اللي جرالي. صعدنا في دولاب لندن آي وشاهدنا من فوق مدينة لندن ومبانيها، حيث مبنى البرلمان، ساعة بيج بان ونهر التيمز. سهرنا من وجد بناجي خيالا. ما أجمل ثلج بلادي عندما يعانق شجر الأرز. ها نحن في محمية أرز تنورين. على الرغم من الطريق الوعرة هكذا وصلنا إلى محمية إهدن، حيث آلاف الأشجار والنباتات الفريدة من نوعها. نحن الآن في مطار بيروت نتحضر للإقلاع صوب سريلانكا. نحن متحمسون جدا. نلتقى في سريلانكا، نأخذ الطعام الغداء، وورائي حوض السباحة. كانت عطلة ممتعة لكنها أشرفت على نهايتها. نحن في طريق العودة إلى بيروت. عدت من السفر وبقي أسبوع من العطلة. سأستفيد من هذا الوقت لأنهي دروسي. اليوم عيد ميلاد خالتي، فكنت بصنع قالب حلوى لها. حضرت السكر والطحين والبيض ومكونات أخرى، وخلطت المقادير كما علمتني أمي، وأخذت القالب وذهبت عندها للاحتفال. أمس عدت من السفر، زرت مدينتي كراكوف وورسو في بولونيا. كان الطقس باردا جدا. أحضرت معي بعض التذكارات، صندوق موسيقي، كتاب يروي أسطورة المدينة، وتنين هو رمز المدينة. اليوم جئت إلى الكورنيش البحري الجديد في بيروت لأركب الدراجة الهوائية. المنطقة هادئة جداً، لا يوجد إلا بعض الأشخاص الذين يمارسون الرياضة. اليوم أعمل في حديقة منزلي مع أبي. نحضر الأرض لنزرع شتول بندورة وخيار وكوسة. نستعمل الشوكة لنكشي الأرض والمجرفة لتحضير الأسلام. يوم أستيقظ الساعة 7 صباحا، أغسل وجهي وأنظف أسناني، أرتب سريري، ألبس ثيابي، ثم ألعب مع إخواتي. يوم مميز لي. بعد هذه الفرصة الطويلة سأذهب إلى المدرسة لأرى معلمتي للغة العربية كارين نهرة. وافتك بحياتي و...